فضيلة الشيخ، اتفضل. دلوقتي احنا في ايام انتخابات، نعم. ودلوقتي في كتير من التيارات الدينية تستغل المنابر والزوايا للدعاية لانتخاباتها، فده رأي الدين فيه ايه؟ والله هذا الأمر تحدثنا فيه كثيرا، وقلنا يجب أن يكون الاختيار والدعاية على أساس المواطنة. ما تقوليش أنني جاي عشان أقطع يد السارق، إحنا مش عايزين سارق أصلا عشان تقطع يده. ما تقوليش أنني جاي عشان أقتل القاتل، إحنا مش عايزين حد يقتل، إحنا عايزين المجتمع يعيش في محبة وحب، ولا نرى فيه لا سرقة ولا زنا ولا قتل، ولا نرى فيه هرج ولا نرى فيه شيئا. ولكن حدثنا عن النظام الاقتصادي، حدثنا عن النظام السياسي، حدثنا هتعمل ايه في المواصلات، هتعمل ايه في المرور اللي احنا بنتخانق عشان نروح من مدينة نصر للجيزة 3 ساعات ذهابا وثلاثة ايابا ضاع اليوم. حدثنا ماذا ستقدم للناس، ولا تستخدم العواطف والمشاعر لكي تؤثر على المساكين والفقراء والذين ليس عندهم ثقافة الاختيار لكي تصل إلى غاية أنت تبغيها، ولا نعلم هل أنت صادق أم لا. طب هل يجوز أن يتحدث عن برنامجه الانتخابي داخل دور عبادة؟ لا 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 لا، هو ليس هناك من الشرع لا يمنع أن أنا أتحدث في كنيسة، في مسجد، في معبد. ما عنديش نص يقول أن أنا، لأن المسجد نفوس الناس. ما انا هقول لحضرتك لسه، ما انا هجاوب، انا بقول انا ما عنديش نص يمنع، ولكن هجاوب. ما عنديش نص يمنع لان المسجد هو الذي كانت تدار منه الدولة في بداية الإسلام، كان فيه الشورى وفي الصحة وفي التعليم وفي الدفاع وفي الداخلية. المسجد كان هو الذي كان يؤسس للدولة جميعا، وكان تدار في المسجد كل شؤون الدولة. ما كانش فيه ديوان اسمه ديوان الحكومة ولا ديوان اسمه مجلس الوزراء، ولكن كان أعتقد اللي كان بيتكلم في المسجد هم متخصصين في شؤون الدولة. لا لا لا، ده غير كده كمان، ده هم مش ناس بيعملوا يعني دعاية. ما أنا هكمل لحضرتك، أنا بقول إن المسجد كان تدار منه شؤون الدولة، فليس عندي نص شرعي يمنع أي دين من الأديان يقول لي ما تروحش تعمل دعاية انتخابية في مسجد أو في كنيسة أو في معبد، ليس هناك نص. ولكن أقول لهم رحمة بالضعفاء، ونحوا الدين جانبا، وحدثونا عن الدنيا أولا، لأن الذين يذهبون إلى المسجد هم ناس بسطاء يصلون في المسجد، يعرفون الله عز وجل، ولكن حدثونا عن شؤون الدنيا، لأن أنا مش جايبك نائب لي عشان تقطع يد السارق، أنا جايبك نائب لي عشان تصلح لي الحياة الاقتصادية والحياة السياسية، وأن تحارب الفساد في جميع المؤسسات الحكومية، أن تنفذ العدل. ولذلك إن الله يأمر يعني بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شوفي ربنا بيأمرنا بإيه؟ بثلاث حاجات مفيش فيهم قطع، مفيش فيهم كذا، مفيش فيهم كذا، عدل، إحسان، إيتاء ذي القربى. يعني ليس هناك ما يمنع استخدام الدعاية الانتخابية في دور العبادة، بس أحيانا بنستخدم كمان عقلنا، يعني إن احنا ندخل بيت ربنا عشان نشوف دعاية وورق بيتوزع علينا للانتخابات والمرشحين، يعني أعتقد حتى من غير فتوى وإيه الضرورة؟ ما الشريعة تقول يعني يجوز أو لا يجوز، إنه أحيانا وبعدين استغلال مشاعر الناس ده خطأ إسلام. وإيه الضرورة إن أنا أروح للناس المسجد وأكلمهم والناس بيخرجوا بره المسجد؟ أستطيع إن أنا أعمل فراش، اجيب شويه كراسي قدام المسجد لما الناس تطلع، يبقى اللي عايز يقعد يقعد، اللي عايز يسمعني يسمعني، اللي مش عايز مش عايز. لكن يجب ان ينحى المسجد ودور العباده بصفه عامه تماما عن الحياه السياسيه. وهل في مراقبه من الازهر ووزاره الاوقاف على دور العباده؟ بيشوفوا يعني ايه اللي بيحصل؟ دور العباده الاسلاميه، وزاره الاوقاف منزله تعليمات ألا تفتح المساجد للدعاية الانتخابية، ولكن هم لهم وسائل وحيل كثير. أولا هناك مساجد ما زالت وزارة الأوقاف ليس عليها سلطة، هي تتبع فئات معينة وجهات معينة ولسه لم تضم، هذه واحد. الأمر الثاني أنني قد أذهب إلى المسجد ومش أتكلم في الدعاية الانتخابية خالص، أنا خطيب ومفوه أروح أخطب وأمشي، ما الناس عارفة أن أنا مرشح. ما هو ده نوع من انواع الدعاية. لكن هل حد يقدر يحاسبني ويقول لي انت رحت عملت دعاية انتخابية في مسجد؟ لا. انا ما عملتش دعاية انتخابية في مسجد، بل الفعل والواقع يقول انني قمت بعمل دعاية انتخابية في المسجد. ليه؟ انا ونيتي بقى قدام ربنا بالظبط كده. اذا احنا نوصي كل من يرشح لكي يكون نائبا عن الشعب، نقول له لا تستخدم
الشعارات الدينية، ولا تستخدم الدين لكي تصل إلى غاية أنت تبتغيها أو تبغيها، ولكن عليك أن تحدث الناس عن شؤونهم، لأن إحنا بنعمل لك توكيل. هي معناها كده أنني بفوضك تكون نائب عني في مجلس اخترناه علشان تشوف مصالحي. طب أسأل حضرتك سؤال بقى دلوقتي، ينفع ان انا افوض واحد ان هو يشوف مصالحي عشان هو بيديني هدية؟ لا لا يجوز، لا يجوز تماما على الاثنين، على من اهدى ومن اخذ. هي مش هدية، ده هي هي تعتبر رشوة. هي صورة رشوة او رشوة. هو عندما يأخذ هذا الأمر سواء كان فلوس أو كان رز أو كان كذا، أو بنت عايزة أو تتجوز يجيبوا ثلاجة لها أو ثلاجة، بغال. ويروحوا بقى للأسر وبتاع وينزلوا أيام الانتخابات. لذلك إن الشعب المصري يحب الانتخابات لأمرين: الأمر الأول إنها تكثر الخيرات على الفقراء، اللي يجيب قماش واللي يجيب ترنجات واللي يجيب، واللي يروح يدفع المصاريف للأولاد في المدارس واللي كذا. الأمر الثاني أن الكل يخالف في البناء، لأن القوانين تعطل أيام الانتخابات، تلاقي الأرض الزراعية عليها هجوم. فعشان صحيح. كده الشعب ينتظر الانتخابات لأمرين اثنين: لكي يحقق ثراء من الناخبين، ولكي يحقق مصالح دنيوية في المخالفات القانونية، لأن كثير من القوانين تعطل ليس بصفة رسمية وإنما بصفة ودية في أشهر الانتخابات. يعني هرجع لحضرتك مرة تانية وأقولك، إحنا بقالنا سنين في مصر بنعاني من الخطاب الديني في المساجد، نعم. وابتدينا مؤخرا، يعني مش مؤخرا عشان أول مرة نحس فعلا بالانتخابات، ف يعني ابتدينا نحس بأن في يعني تقصير من الأزهر تجاه المساجد والرقابة على المساجد. برضو أحب أعرف من حضرتك مين المسؤول؟ نعم. احنا دلوقتي ولادنا بيروحوا يوم الجمعة يصلوا، وبيروحوا في كل ايام الاسبوع عشان يحضروا صلاة جماعة. عايز اعرف مين هنا المسؤول ان الخطيب اللي موجود في الجامع ما يقولهمش معلومات غير صحيحة. بالظبط، نعم. حضرتك طرحتي قضية مهمة جدا وخطيرة. دور الداعية في أي مجتمع أيا كان دينه هو مؤثر وكبير، لأنه هو الوحيد الذي يتحدث والجميع يستمع إليه والكل يثق فيه، سواء كان في الدين الإسلامي المسيحي في الدين اليهودي أيا كان هذا الرجل. طيب هذا الرجل إن لم يكن عليه رقابة، هو يتحدث داخل بناء مسجد وليس هناك رقابة عليه من جهة، لا يعرفون ماذا قال ولا أي شيء قال ولا إيه المادة اللي بيقولها، إلا بعض المتابعات القليلة. نقول لهم أنهم لابد أن تتم مراجعة كل من يعملون في مجال الخطابة من العاملين بالأوقاف مراجعة كاملة وشاملة، وأن يتم استبعاد كل من تم تعيينه في العهد القديم بالوساطة أو بالدفعة اللي كانوا بيعينوا الدفعة على بعضها، وفيها الضعيف وفيها القوي، يتم هؤلاء يتم تجنيبهم تماما، ويتم إن هم يعملوا لهم عمل آخر، ويأتوا إلينا برجال عندهم فكر وعندهم فهم ويعيشون الأمة في الواقع. ما ينفعش النهاردة أن يبقى في انتخابات وفي ثورات والدنيا كلها مشغولة بأمر ما، ثم تحدثني وتقول لي الوضوء والطهارة والصلاة. لا، لابد أن يكون الخطيب يعيش واقع الأمة، وإلا سينصرف الناس عنه. ده هذا إذا كان يتحدث صواب. ولكن هناك خطباء حقيقة أحيانا يصادفني وأستمع وأصلي في بعض المساجد، يعني ببقى عايز أسيب الخطبة وأمشي، لأن بجد أمور كثيرة مخالفة للشريعة. أين دور الأزهر؟ الأزهر ليس له دور على هذه المساجد، لأن المساجد تتبع وزارة الأوقاف ولا تتبع الأزهر تماما. هذا ما ننادي به بعد 25 يناير، ونقول لهم وحدوا الدعوة في مصر تحت راية الأزهر. إيه المشكلة؟ إن شيخ الأزهر تتبع له جميع المؤسسات الدينية في جمهورية مصر العربية، حتى لا يكون هناك تعارض بين مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بين لجنة الفتوى بالأزهر ولجنة الفتوى بالأوقاف ودار الإفتاء المصرية. لماذا هذا التعدد في داخل وفي إطار دولة واحدة؟ بنقول لهم ومن هذا المنبر، منبركم هذا، لأننا نعاني كثيرا وذهبنا للقوات المسلحة وإلى فضيلة الإمام وإلى الكثيرين، نقول لهم وحدوا الدعوة في مصر ووحدوا الفتوى في مصر، وخلوا جميع المؤسسات الدينية تعمل تحت راية الأزهر الشريف كما كان من قبل. إذا فعلنا ذلك
استطاع الأزهر أن يكون له دورا رياديا وأن يحقق إنجازا على أرض الواقع، ويستطيع أن يأتي بهؤلاء الضعفاء ويذهبون مرة أخرى إلى الأساتذة الكبار المتخصصين في جامعة الأزهر ويتم إعادة هيكلتهم تاني وبنائهم مرة أخرى. يا رب. نرجع بحضرتك تاني للانتخابات. نعم. شاهدنا في الانتخابات المرحلة التانية استخدام الأطفال أمام اللجان الانتخابية، هل ده يعتبر استغلال ولا ده يعتبر ده استغلال وجريمة، إن أنا أجيب طفل صغير لا يستطيع أن يختار وليس له أصلا صوتا وليس له حكما شرعي، لأن الأحكام الشرعية والتكليف تبدأ بعد سن البلوغ، إنما أن أنا أجيب وأستغلهم في الدعاية ويوزعون أوراق، وهذا فهذا يعتبر يعني استغلال للأطفال، وأعتقد أن القوانين الحديثة تجرم، لأن هذا يعتبر عمل يتقاضى عليه أجرا، تجرم عمل الأطفال بهذا الأسلوب وبتلك الطريقة التي نراها. فيعني إذا أراد أن يصنع لنفسه دعاية فهناك شركات متخصصة في الدعاية وتستطيع أن تحقق له يعني نتيجة أقوى وأكبر، ولكن هي المشكلة كلها إن اللي داخل كلهم داخلين عشان مصلحتنا، وأنا مش عارف مين اللي عايز مصلحتنا، لأن بيظهر في الآخر إن هم اللي بنصلح حالهم وإحنا حالنا اللي بيسيء. صحيح. فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار مدير إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، نشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. ميرسي لحضرتك. شكرا. مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي، بس لسه مكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.